من امبارح وما فيش كلام على السوشيال ميديا غير القبطان المصري سامح سيد اللي فقد في عرض المحيط الهندي بعد غرق سفينة تجارية كان بيتدرب عليها. معانا على الهاتف شقيقته أميرة. سيدة أميرة طمنينا، إيه الأخبار؟ ما فيش والله العظيم أخبار، إحنا مش عارفين، مش عارفين نعرف عنه أي حاجة، مفيش حد بيوصلنا عنه أي حاجة. ما نعرفش هما بيدوروا ولا لأ، مفيش حد عايز يبقى، كل ما أجي أسأل أي حد ومفيش أي مسؤول عرفت أوصل له، مفيش أي مسؤول بيكلمني، مفيش أي حاجة خالص بتحصل، هي كل الضجة بس على السوشيال ميديا، كل الضجة بس شير للبوستات وخلاص، محدش حاسس بحرقة قلبي وحرقة قلب ماما عليه، مفيش أي حاجة خالص بتحصل. كل ما اجي اقول يا جماعه هو فين بندور عليه، يا جماعه هو فين بندور عليه، مفيش اي اثبات ان هم بيدوروا عليه. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه القصه؟ انا حكيت القصه 100,000 مره. الناس حفظت القصه. انا مش مهم عندي اي حاجه غير ان انا عايز اخويا عايش او ميت، انا عايزاه ابعته لي اكفنه ادعي له. بس انا مش عايزه حاجه تاني، انا مش طالبه حاجه تاني. ربنا يكرمك، شكرا جزيلا لك. واحنا ايضا بنناشد الجهات المسؤوله الاتصال بالاسره وطمانتها على الاقل ايه اللي بيحصل، وزاره الخارجيه، وزاره شؤون الهجره، احنا يعني على ثقه ان الناس دي شغاله، انما التواصل مع الاسره ايضا امرا مهما.